الراديو 90 90، هواها مصر. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلد. النهاردة في بيروت في مؤتمر مصرفي عربي، ده المؤتمر 23 اللي بينطلق النهاردة في بيروت زي ما احنا قلنا بعنوان توأمة الاعمار والتنمية. الاستاذ جهاد الزعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا في صندوق النقد الدولي قال ان مصر من الدول اللي حققت استقرار مالي وملفت للنظر كمان وعززت مناخ الاستثمار بيها. ماشي، يعني انا ماشي، بس انا كمستمع وكأحمد خيري لسه مش مصدق. الحاجة بتغلى، فين الاستقرار المالي وفين الاستثمارات اللي جات؟ ما الحاجة بتغلى ليه؟ ده لسه السجائر هتغلى النهاردة كمان. الشركة الشرقية للدخان قالت النهاردة في زيادة رسمية لأسعار السجائر، مش سجائر بس، سجائر بقى وكل أنواع التبغ والمعسل والحاجات دي كلها بنسب مختلفة. طبعا مش الشركة الشرقية للدخان اللي قررت ده، متصدق من مجلس النواب. الحاجة بتغلى ولا احنا عندنا تعزيز مالي زي ما قال في النهارده في المؤتمر؟ خلينا نروح صديقنا العزيز استاذ ايهاب سمره الخبير الاقتصادي نفهم اكتر. استاذ ايهاب مساء الفل. يا مساء النور، اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل. وعلى فكره المؤتمر الاقتصادي اللي بيتم في بيروت دلوقتي بيكرم 5 من رؤساء البنوك المصريه ومن على راسهم السيد فرج عامر، تمام، محافظ البنك المركزي. ايوه فعلا. ما هو استاذ ايهاب ده بيبين ان في فعلا في استقرار، يعني مش بس الاشاده من استاذ جهاد الزعور مدير اداره الشرق الاوسط لصندوق النقد الدولي، لا يعني واضح ان مؤسسات كتير اقتصاديه عالميه بتشيد بالاقتصاد المصري الفتره دي وبتشير باستقرار اللي حاصل وبيدعم الاستثمار. احنا يعني سبقنا كده جنوب افريقيا الفتره اللي فاتت لو حضرتك عارف طبعا في التصنيف في جذب الاستثمار، ولكن برضو الحاجه بتغلى. خلينا على الارض بقى معاك شويه افهم. لا خلينا بقى نسال سؤال، بلاش السؤال الانتقائي. اللي غلي السجاير كويس، طب الفراخ بتغلى؟ لا بترخص. الاسماك بتغلى؟ لا بترخص. لا، من الاسماك اللي بعيب حتى اسعار الصادرات مستقره. انا بتكلم عن الاستهلاكي. شوف حضرتك الانتاج المصري خالص يا ثابت يا بيرخص. ده ثابت المصري تماما يا ثابت. هديك مثال، هو احنا يا استاذ ايهاب بكام وبقى كام؟ صحيح، بس احنا الانتاج المصري خالص بيرخص مش بيغلى. اللي بيغلى عليك ايه؟ الانتاج اللي داخل فيه مستورد طبعا، الدخان السجاير ده بالكامل مستورد. لا ده هو ده مش بيصنع في شرقية الدخان يا استاذ ايهاب؟ مش ده بيصنع في شرقية الدخان؟ بس احنا لازم نشتريه، يعني في دول بتزرعه واحنا بنشتريه، احنا ما بنزرعوش. يعني ده مستورد بالكامل بلغه السيارات. احنا بنقفل السجاير هنا، يعني احنا مش بنصنعها، بنقفلها بالظبط، بنقفلها هنا. وده لان في قانون ده من الاربعينات بتحريم زراعه التبغ في مصر. ده حاجه من الاربعينات يعني، وخلاص ده قانون من سابق. اللي عاوز اقوله ايه؟ هو برضه احنا عندنا نقطتين سلبيتين ما زلنا بنعاني منهم. اولا ارتفاع سعر الفايده العالي جدا عشان يواجه التضخم، والاثنين الحقيقه بيشكلوا ضغوط على مصر، يعني ارتفاع سعر الفايده بيشكل ضغوط على المستثمر او المنتج، والتضخم بيشكل ضغوط على المستهلك العادي. لكن ارتفاع سعر الفايده عشان لوغاريتمي استاذ ايهاب، ثانيه واحده بس، ارتفاع سعر الفايده على ايش؟ بس افهم الناس، ارتفاع سعر الفايده على ايه؟ على القروض مثلا وشهادات الاستثمار؟ على القروض، على شهادات الاستثمار يبقى بالتبعيه على القروض. فالمستثمر مش قادر ياخد تمويل عشان، او بياخد تمويل مكلف جدا عشان يدور مصنعه. ده وصل 22%، ده وصل 22% في بعض البنوك. يعني هو ان شاء الله بياخد منحنى نزول في اخر السنه، خلاص هو شهر 12 بس، فكان بياخد منحنى نزول، واتخيل انه على نص 2018 يمكن ينزل يبقى 14-15% او اقل كمان. تمام، ماشي، اقل كمان يعني ان شاء الله. في نفس الوقت معدلات التضخم، ودي مش هقعد ارمي بقى اقول جشع التجار وخلافه، لكن حصل ايه؟ حصل ان تركيبه السوق المصريه على الاقل، طبعا هي في 40 سنه اللي فاتوا، لكن على الاقل اخر 3 سنين كان فيها خلل كبير قوي. انت كنت عمال تعتمد على المستورد فقط، ومصانعك عماله تقفل، وانتاجك عمال ينكمش. بعض الانتاجيه المصريه منكمشه. صحيح. الرئيس قالها اول السنه دي. النهارده بدات القاعده الانتاجيه توسع شويه، ابتدى يجي لك مبادره البنك المركزي اللي هي 5% بتمشي الناس حبه، بالذات الصناعات الصغيره والمتوسطه، ودي بتاخد وقتها على مكانه. انت خرجت مثلا من احتكار ال 20 30 رجل اعمال اياهم اللي ما كانش في حاجه بتدخل مصر الا من عندهم. صحيح. فانت ما بتشتريش من عندهم. هنا ال 200 مليار اللي اقرهم سيد الرئيس، صح؟ بدات يعني بشكل انا مش راضي عنه، لكن بدات تحسن انتاجيه القطاع الاعمال العام شويه بشويه. النهارده بنشوف سلع استهلاكيه بتتباع على استهلاكيه صناعه مصريه، قهوه وقفينا
ويعني شركاتنا الوطنية اللي هي أصلا كانت الدرع الاقتصادي بتاعنا وتم إفسادها بالخصخصة ومن أرض الخصخصة بالبوز النهاردة بدأت شوية بشوية ترجع. أستاذ إيهاب دي بتحصل على استحياء من بعض الشركات على مستوى فردي مش بتحصل على مستوى دولة، يعني لو رحت لقطاع الأعمال هتختلف معاك. صحيح. دي بعض الشركات هي اللي بذلت مجهود فمنتجاتها رجعت تاني. انا عشان كده بقول لحضرتك انا مش راضي عن اجمالي المجهود، ما زلت لا غير مرضي. في حاجات احسن من كده تتعمل. لا ده انا مش انا عاوز اقول لك ده مش بس ترجع تنتج تاني، انا عاوز افتح مصانع جديده في المدن الصناعيه الجديده. صحيح. توسع بقى توسع. لكن هو ما زال بيفكر برضه بطريقه قطاعنا العام او 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 القطاع الجناح الاقتصادي للدوله المصريه ما زال بيفكر بطريقه وكانش اسلوب دفاعي زي ما بنقول كده، عارف زي كوبر كده اسلوب دفاعي قوي. لا انا عاوزك تبقى هجومي شويه. بس كوبر وصل كاس العالم لسه ما وصلناش حتى الدوري. فهمتم؟ بقول لك كوبر وصل كاس العالم، احنا هنا لسه ما خدناش الدوري حتى. لو اتكلم يعني المثل انا بقول لك انا غير راضي، ده غير مرضي لكنه بدا. الجيش الحقيقه اقتصاد يعني المشاريع الخدمات الجيش برضه مسلحه فرقت معانا كتير قوي. السكر هو مين اللي ظبط سعره؟ والرز والشاي اظن كمان ده دخل، يعني في قوة السوق بتتفاعل وبشكل حر جدا. ازمتك كان انكماش القاعده الاقتصاديه واعتمادك على الاستيراد. عشان تخرج من ده وترجع ليه توسع القاعده الانتاجيه وتغيير اعتمادك على الاستيراد ده بتاخد وقت. احنا ماشيين فيه صح. في اسعار بتزيد، ايوه الاسعار اللي فيها المستورد او اللي فيها مكون مستورد كبير. لكن سعر ما هو منتج مصريا محليا لا بيقل، وخلينا ما ننكرش كده. ما هو احنا ما بننكرش يعني، بس هو واضح ان لسه انتاجنا ما زادش عشان يبان فرق الاسعار. الامثال اللي حضرتك ذكرتها في بدايه المداخله عن الفراخ او الكلام ده كله او السمك، احنا انتجنا وزودنا مزارع وزودنا احواض وزودنا في ده، وعندنا حد نائب وزير الزراعه دكتور منى في موضوع الدواجن فزودتها، الانتاج زاد فبقت عرض وطلب فقلت. يبقى المعادله بتتحل ايه؟ ما احنا شفنا اهو زود انتاج ايه صار ينزل، فاحنا بنسعى في زياده الانتاج. ارجع اقول ان الجزء السلبي في زياده الانتاج سعر الفايده العالي، لكن بيتم مراحقته او التخلص من اثاره العاليه السيئه بحاجه زي مشروع مبادره للصناعات الصغيره والمتوسطه. صحيح. انت مش عاوز يبقى هم يا فندم، احنا عشنا كتير قوي، هم 30 40 اسره بيحتكروا كل حاجه في مصر. صحيح. انا عاوز لاعبين جدد يدخلوا صناعه صغيره ومتوسطه ونصير، يعني لما كل 100 مصنع صغير يبدا منهم 10 هيبقوا كبار، 50 هيبقوا متوسطين، 10 هيبقوا فضلوا صغيرين وهكذا الدنيا بتمشي. والله ما هيضروا 30 اسره برضه، 30 اسره مش هيتضروا برضه، هيشتغلوا وهينجحوا بس يبقى في ناشئين، يعني ما الفراوده هيتضروا بس لما يبقى في ناشئين طالعين نبقى انا بقى ابني بلد. بالظبط، اتفتح المجال للاعبين دول يدخلوا، زمان ما كانش ينفع حد يدخل جديد الا اذا كان لجنه سياسات او اخوان، ما انت فاكر القصه عامله ازاي. صحيح. فدلوقتي لا بدات فلوس تتحط في ايد المنتج او اللي عاوز ينتج بجديه. اللي عاوز يستورد فقط لا ابتدى في شيء، مش هنقول تدين لكن حضرتك عوض المجتمع عن اذا بتستورد بس. يعني لازم تعوض المجتمع، انت عاوز تشتغل في نشاط استيراد فقط خلاص انت حر، لكن تعوض المجتمع عن انك بتستورد بس. عايز اوقف حضرتك في نقطة الفوائد العالية كمان دي، عمل السلبية رصدتها بقى كده من ارض الواقع، ان كتير من المستثمرين او التجار حتى لجأوا لل 20% اللي بياخدوها ووقفوا نشاطهم، لان هي قد ايه مسؤولية. هو نشاطهم ما بيجيبوش 20% على فكرة ماكس. لا هو ما وقفش هو بطأه شوية لان محدش بيقف نشاطه، بس هو لقيت ان هو بيقطع كل دي عيناي، المسألة مؤقتة ولازم سعر الفايدة هينزل. وانا اتخيل لما طارق عامر يرجع بالسلامه يمكن يكون اتمنى يكون لك حوار معاه وتسمع منه. انا اتخيل انها هتنزل جامد على فكره. طب السؤال التقليدي الفايده هتنزل والدولار هينزل؟ ما بقدرش ما اسالكش السؤال ده. مش من مصلحه مصر ان الدولار ينزل، لكن هو هقول لك انه رصيد الدولارات هيزيد جدا، لكن ينزل حسب مصلحه مصر. المساله تحت السيطره، اللي عاوز اقوله الدولار تحت السيطره. هو لو هو هنرجع نستورد تاني ومصنع عيد بلدي يقفل تاني. يعني لو نزل المصدر اللي اتفق على، احنا لسه منشور في الجرايد من يومين اتفقنا على عود موالح، يمكن صادراتنا في الموالح تزيد 50% السنه دي. انا ابقى مصدر وازرع ويطلع عيني وابذل مجهود اللي هو بيخرط العرق بالارض بالرمل عشان يطلع ناتج يصدره، واتفق على انه يتباع ب 17 جنيه و60 قرش الدولار على ما يجي ابص الاقيه ب 15، طب انا خسرت حرام. صحيح. طب المصدر لازم تحافظ على مصالح المصدر والمنتج والسياحه اللي رجعت بدات ترجع كويس الحمد لله، وتفضل مدلع على المستورد. حكايه الدولار ينزل دي
دي عرب مش المرض الاصلي، دي عرب وتحت السيطره، تحت السيطره. انتج الاول، زود انتاجك زي الصين. الصين فضلت مصممه ان عملتها هتفضل اقل من التقييم الحقيقي، شوف فتره قد ايه لحد ما وصلت هي وصلت له. فالناس اللي عماله تقول لك سعر الدولار هو ممكن ينزل بسهوله دلوقتي من بيانات البنك المركزي اللي انا شايفها، لا ده ممكن يهبلوا يعني ينزلوا الارض، لكن مش من مصلحه مصر ان الدولار ينزل دلوقتي خالص. لا محاج، ذكرت كلمه في وسط كلامك كده مهمه جدا، كلمه تحت السيطره، لازم احط ثلاث خطوط تحتيها. تحت السيطره تماما، وراجع بيانات يعني ما هو البنك المركزي ما ينفعش يقولها او المصرفين ما ينفعوش يقولها صراحه، لكن لما تعرف انك دخل عندك 80 مليار دولار في خلال سنه او السنه بقى 10 شهور مقابل اللي كان بيدخل لك كله ما كانش بيكمل 40 مليار. لا تعرف المصالح لما تكتشف ان انت بتسدد 12 مليار دولار ديون والاحتياطي ما اتلمسش، 12 دولار مليار مليار دولار دول جم منين؟ اكيد كانوا متدكنين في حتت ثانيه. فاللي عاوز اقوله ان عندك الامكانيه لو النهارده خد من الارصده حطها في الاحتياطي بقى 50 مليار دولار الاحتياطي، الدولار هينزل. لكن ده مش هو مصلحتنا، مش هو صح مصر ابدا. هو كان دلوقتي 40 احتياطي تقريبا؟ احتياطات حاجه كده. هو الاحتياطي كام يا فندم دلوقتي؟ 40 تقريبا؟ والله بص هو 36 وشويه، لكن عندنا ارصده مؤكده ومعلن عنها تتجاوز ال 20، تقرب ال 20 مليار دولار. معلن عنها، انا مش بألف من عندي بقى، ده الجهاز يعني البنك المركزي يعلن عنها، بس مش ضامنها من الاحتياطي عشان يفضل متحكم في سعر الدولار ما يخبطش قوي، لان النزول السريع دي دلوقتي يأذينا يأذينا اذيه شديده، يقفل مصانعنا تاني. طب هروح اخيرا، مش هطيل على حاجه، ولكن هروح اخيرا في سعر السجاير اللي زاد قوي ده النهارده، هو ده عشان الناس تبطل السجاير يعني، ولا هيعود على البلد برقم كبير ممكن يستثمر في حاجه تانية ولا ايه؟ سعر السجاير ده نوع من الادوات الماليه التفضيليه، يعني حضرتك بتقول ايه؟ انا محتاج لتمويل النهارده، الدوله محتاجه تمويل. فحضرتك انا ما اقدرش اخلي الدواء، لازم ارخص الدواء. لكن في ناس ثانيه بتستعمل سلعه استفزازيه من ضمنها السجاير، سلعه مضره بالصحه. وبالعكس ده المدخن لدي حالاتي، يعني مش عشان انا ما بقاش متحيز، انا بدخن، انا احتمال اصابتي بالمرض اكبر من احتمال اصابه الشخص الغير مدخن بالمرض، وبالتالي انا هضغط على رصيد التامين الصحي اكثر ما الانسان الغير مدخن ما بيضغط على رصيد التامين الصحي، بالتالي انا كاني بدفع تعويض للمجتمع عن اني امارس عاده التدخين السيئه. هي كده كتير يا استاذ ايهاب قاعدين بيسمعونا، كتير قاعدين بيسمعونا دلوقتي وحضرتك اعلنت انك بتشرب سجاير، انت فكرت بعد زياده الاسعار دي انك تبطل؟ انا بدات بالفعل اقلل. يعني كنت بشرب علبتين النهارده، وحاطط في نفسي هي علبه ولازم يفضل منها سجارتين ثاني يوم الصبح. ده عشان خاطرك انت عمالها، خلي علبه سجاير بكره ب 50 جنيه عشان ما تقللش بقى، يبقى ما فيش علبتين اصلا. انا عملت، انا بقول لك انا استجابتي للموضوع عملت كده. عملت كده، كنت بشرب علبتين في اليوم، ده شيء سيء جدا جدا يعني الكل بيسمعونا سيء ماديا، بدات اشرب علبه وان شاء الله بطلها خالص، يا ريت يا مساخر يعني تبقى خطوه كويسه. ربنا يعفو عنك ان شاء الله. صديقنا العزيز الخبير الاقتصادي استاذ ايهاب سمره، كل الشكر لحضرتك. كنا عايزين نفهم تعقيبا النهارده على مؤتمر مصرفي العربي واشاده استاذ جهاد الدعور مدير اداره الشرق الاوسط واسيا في صندوق النقد الدولي، ان مصر من الدول اللي حققت استقرار مالي وملفت كمان للنظر لبقيه الدول، وعززت مناخ الاستثمار بيها، مناخ الاستثمار كثير من المؤسسات المصرفيه والاقتصاديه اشارت ان مصر بقت من الدول الجاذبه للاستثمار، وتفوقنا كمان على جنوب افريقيا كانت بتتصدر دايما افريقيا موضوع جذب الاستثمار، ربطناها النهارده بزياده اسعار السجاير. وضح لنا استاذ ايهاب ان هو الموضوع ما زادش كل حاجه، في بعض الحاجات قلت، سواء الفراخ او المنتجات الزراعيه، سواء بقى الخضار او الفاكهه، في بعض السلع فعلا قلت او استقرت او ثبتت، عشان بس ما بقاش مستفز يعني، في بعض السلع اسعارها ما زادتش، هي ثابته بقى لها شويه كتير. اللي زاد النهارده هو السجاير، وزي ما نقول الدوله في احتياج لفلوس، راحت لايه؟ راحت للسلع اللي بيسموها السلع الترفيهيه، وان كان شعب طبعا في نسبه كبيره منه مدخن ما بيعتبرهاش سلعه ترفيهيه، ولكن يعني راحت لده، الحمد لله ان راحت لده، ما راحتش لمجموعه من الضرائب ثانيه او شكل من الاشكال الاخرى، الحمد لله انها راحت في السجاير. هبدا اقرا رسائلكم حالا على 1909 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 9090.